أنا الحقيقة برضو كان ليا يعني كنت سعيدة أن أنا شفت هذا العرض الأخير لألف عيلة وعيلة. حضرتك بتقول دلوقتي كيف نجمع عدد يعني من المشاهد في عرض واحد، هو شكل مسرحي مختلف طبعا عن المسرحية المكتملة طبعا. يعني إن كان حد مثلا بيسأل حضرتك دلوقتي أنه هذا الشكل اللي حضرتك ابتدعته، والحقيقة هو عرض ناجح يعني، لكنه هو مش في النهاية مسرحية مكتملة بالمعنى التقليدي للمسرح. الناس حولوها من كتر ما هم يعني حبوا هذا النوع في من أوله، ما ابتدينا بهبوط الطراري الأولانية، وبعدين قهوة سادة، وبعدين بعد الليل، وبعدين سلم نفسك، وبعدين ألف عيلة وعيلة، وكل المسرحيات دي كانت هي أنا بعملها بهدف تقديم الطلبة بتوعي وتمثيل الطلبة بتوعي للجمهور وللنقاد وللشركات الإنتاج فإحنا بنختار من مشاهدهم وبنقدمها في هذه الصورة الدرامية للناس باعتبارها نتاج ورشة التمثيل. هي مش مسرحية ليها ديكورات وأزياء ومقدمة ووسط ونهاية، وهي مش النوع التقليدي للمسرح اللي الناس متعودة تتفرج عليه. ستارة بتتفتح وبعدين بتبتدي الشخصيات وتعريف الشخصيات، ثم تشتبك الشخصيات دي، وبعدين توصل لدرجة من التعقيد، ثم تتحل في نهاية. لا، هو مسرح غير تقليدي، هو مسرح مختلف ومسرح بيقدم دراما بسيطة. يعني مثلا لما نيجي نتكلم فقهوة سادة، كانت عملنا الارتجالات كلها وبعدين قلنا تعالوا نعمل الإطار بقى. إيه هو الإطار؟ كل الأشياء الجميلة التي ماتت في حياتنا بنشرب عليها قهوة سادة، باعتبار ان دي الحاجات اللي ما بقتش موجودة. اما رحنا في سلم نفسك، المعنى جميل برضه، هو حزين لكن جميل، نلاقي له اطار. يعني لازم نلاقي لكل هذه الارتجالات اطار نقول من خلاله احنا قصدنا ايه من هذه المشاهد. يعني